السلام عليكم. السلام عليكم البنات. انا جيت نوريكم دروكا يا الحتيل. المهم اللي عنده هادي في البلاد ديالو هاد القصبه غيخدم بهاد القصبه، ويفت اللي ما عندوش هادي غيدير هاد الخلخال هذا. ها هو كنحلو بحال هكايا، نوريكم حتى كيفاش يتحل. نحلو اللي ما عرفتش كيفاش تحل الخلخال غتعرف. تولي كيكون صعيب شويه، وما الا كان فهنا في القصبه ما كاينش المشكل، ولكن هذا خصنا نحلو هكا. يا هكا تديرو ليه بحال هكا، شو هنا هكا، ها هو كنحلو هكا الخلخال. تحل هكا، شمع هاد الخويطات هنايا باش ما يتخبلش لينا، وكنديرو هاد الكرتونة هاتي اللوي على هاد الكرتونة بحال هكا. نديرو هاد الكرتونة هكا ونلويو عليها الخلخال ديالنا هكا، حتى نلويوه كامل على الكرتونة، عاد نبداو نفتلو. هاهو بحال هكا، يكون شي حد يعاونك تعطيه يلويلك هكايا. ونتيا كتبغيتي ديري بوحدك هانتي بوحدك، هاهو هكا حتى كنلوي على الكرتونه كله هكايا، عاد نبداو نفتلو. ها هو هكا بوحدك كنديرو هنا الصبع، وهذا ثلاثة الصبع بحال هكا، ما يتخبل لك ما والو، بوحدك ديري على الكرتونه هكايا. ها هو صافي، المهم الانسان بوحدو يقضي الغرض. ها هو ملي كنكملو كيكون عندنا الخيط بحال هكايا، الكرتونة هكا ولا القصبة، وكنديرو هكايا نفتحها. ها هو انا درت لكم دوكا هي شويه قصير الخيط، ولكن الا بغيتي ديري الخيط طويل ديري هكا. وكنحيدو واحد الا بغينا نديرو على ثلاثه، كنحيدو هذا ها هو، كنحيدو واحد ها هو، وكنحطو هنايا هكا. ندير واحد جوج ثلاثة أربعة هكايا، ندير لي بحال هاك باش كيتفتل تا هدا. نعاودو نجمعهم بجوج نديرهم الفوق، ها واحد ها جوج ها ثلاثة، هذا كنديرو ثلاثة ملي كنبغي نديرو الفوق، ونجبدو هذاك شوي هاك، ونحيدو نفتح. ها هو الفتيل ديالنا، ها هو شتيه، هذا كيجي مزيان نخدمو به. أنا غادي نعاود لكم واحد آخر، هانت شتيه شتي كيجي الفتيل كيجي مزيان. ها هو ها هو نخدمو به دروكا، هذا نخدمو به كلشي. انا غنعاود لكم واحد اخر باش تعاودوا الثاني اللي مع الشمس الفتيل، غادي تعلموا ان شاء الله.
نعاود لكم تاني واحد اخر هكا، وهاد الخيط اللي كنحيدو كنعاودو نحطو حدا داك لاخر تيكونو ثلاثة، ونعاودو نهزوهم تاني حتى هما نفتلوهم. ها شتي هكا، واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة، وكنديو الخيط هاكا ونجيبو باش كيتفتل حتى هاد لاخر هادا، ونعاودو نديروه للفوق ها هكايا للفوق، ونجبدوه واحد شوي هاك هذا مزيان ها هو نخدمو به كلشي كيجي مزيان الخدمه ولا كلشي. وملي كيكون عندنا هذا فيه ثلاثه كنعاودو نهزوه حتى هو ونحتلوه. نوريكم هنايا كيفاش، نوريكم هنا كيفاش تحلو هاد القصبه هاتي تا هي باش يكون فوق. انت كنشدو هاد الخيط هذا ها هو كنقطعوه تاع الكسبار كيكون هكا تيتباعو هكا بجوج كيتباع هكا تيكونو ملاصقين، حيت كاين شي بلاد لي كيكون فيها هذا بحال الدار البيضاء كيكون فيها بحال هكا، ومراكش راه كيكون فيه الخلخ. هاهما تحلو بجوج هاهما كيكون عندنا هكا مقاد شتي، كنجيو نخدمو به ديريكت هاهو هاهو. وكاين اللي كيبغي يخدم على ربعة يخدم، كاين اللي بغي يخدم على جوج ماشي مشكل، ولا على ثلاثة ولا على جوج. ها الا على جوج كنقسموهم هكا، الا على ثلاثة كنحيدو واحد بحال هكا كنحيدو واحد ونخدمو بثلاثة. هاهو هذا كنجرو هكا، هادو شادينهم هكايا وهذا كنجرو. هاهو حيدنا واحد، كيبقاو لينا ثلاثة، يكونوا البنات اللي باغيين مساكن يفتلو وما عارفينش. ما عارفينش ها هو الفتيل. لا السيدة اللي كاينة تردنت هي الفتيل ديال صبرا ها هو، وكنحيدو نفتحها ونعاودو تاني نديرو هكا. ها هو الفتيل ديال ها هو باش يتعلمو البنات الفتيل. انا غنعاود لكم واحد اخر دوزوه من هنا هكا، اللي بغات دير صبع رجليها ديرو ماشي مشكل. نعاود نحيد واحد ها هو باش نخليو ثلاثة، هادو كنجمعوهم هكايا تيكونوا ثلاثة الخيوط، ونعاودو نفتلوهم حتى هما. ها ديري ثلاثة هكايا ثلاثة ديال
لا تري جوج ولا اللي يعجبك. المهم الطريقة ها هي كم ها ها الفتيل اللي بغا يتعلم الفتيل هو هذا ها هو تخدم به كل شيء. هذا كنخدمو به كل شيء ها كيجي زوين ويجي زوين في الخدمة ما كيكونش محرق. ها هو الى جا هكا يا مفتول بزاف هكا راه ما يجيكش الخدمة مزيانة، خصو يكون مطلوق هكا شوية. ايوا هذا هو عرفتي لها هو بعدا.